يتفقد الأغصان اليابسة بيديه حزيناً على ما حل بأرضه الزراعية. أحمد أبو صالح مزارع غزي اضطر لمغادرة منزله والنزوح جنوباً بعد أن أجبره القصف العنيف على الإخلاء، وبعد 50 يوماً قضاها في خان يونس. ومثل كثيرين غيره من المزارعين، عاد أبو صالح ليجد محصول الطماطم تالفاً وغير قابل للإصلاح، ليفقد معه مصدر رزقه الوحيد. كانت الحال يعني المنطقة هذه منطقة عسكرية مغلقة، ما حدش يقدر يوصلها، ولما رجعنا عليها لقينا المزروعات تالفة كلها، يعني تقريباً تالفة بالكامل. والخوف يعني الواحد بيقدرش يوصل لمنطقة عسكرية مغلقة، لأنها قعدت 50 يوم لا زقاية ولا رش ولا اعتناية. هذا الشجرة بدها اعتناية يومياً. أبو صالح غادر منزله مع بداية الحرب على غزة، تزامناً مع وقت حصاد محصول الطماطم، وكان يأمل بأن يعود إليه قريباً، لكن الحرب طالت ولم يتمكن من العودة سوى أيام الهدنة التي انقضت. الذرة هي الأساس الوحيد، هي أقدر أعيش منها، يعني هي اللي بشتري منها، أنا بصرف منها وأنا وكل عيلتي، أنا ورايا بيجي 10 أنفار. وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، فإن الخسائر اليومية في الإنتاج الزراعي نتيجة حرب غزة تقدر بنحو 2 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة وتدمير قوات الجيش الإسرائيلي لآلاف الأشجار وجرف العديد من المناطق والممتلكات الزراعية.